energy flow in ecosystem، مسار الطاقة في الأنظمة البيئية، بتبدأ بالشمس. It starts with the sun. The sun is the primary energy source، اللي هي المصدر الرئيسي للطاقة. Powers nearly all ecosystem، كل الأنظمة بتضيء الشمس. Plants والألجي capture solar energy، النباتات بتاخد solar energy زي form food، بيكونوا النباتات، النباتات تكون الطاقة. أكلات الأعشاب بتاكل النبات، وبعد كده بياكلها المفترسات. شرشكو بريديتور ايت سكند كونسيومر، المفترسات، وبعد كده المحلل، كائنات المحللة، الفنجاي والبكتيريا بتحلل هذه وتعيد النيوترينت والانرجي لوست والهيت بتفقد حوالي 10% بيعاد الى الايكوسيستم.